فول محبش على السحور حلم كل أسرة مصرية في رمضان. إزاي نحبش الفول على أصوله؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. صفري الفول مع شوية ثوم في شوية زيت زيتون أو سمنة زي ما انت عايزة. زودي له طماطم مكعبات، ممكن كمان تزودي له فلفل أخضر مفروم. هتحتاجي كمان شوية بصل أخضر مفروم، لمي التحبيشة دي بشوية صلصة طماطم، وزودي البهارات زي ما انت عايزة، ملح وفلفل وكمون. اعصري نص ليمونة على الخلطة دي، وخدي نص الليمونة دي نفسها وقلبيها للناحية التانية. اعمليها على شكل بولة صغيرة وحطيها وسط قدرة الفول. عبيها بشوية زيت زيتون او زيت نباتي، وهاتي فحماية انتي مسخناها قبل كده وحطيها على طول في الزيت ده. غطي الحلة سريعا واكتمي الدخان ده جوه. انا بقول اتسحر لوحدي وبلاها استنى حد.